رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبين ضمننا دلوقتي استاذ اسامه صقر رئيس القسم الرياضي في الجمهوريه. مساء الفل على حضرتك، منورنا في كلام في الميديا. ربنا يخليك، مساء الخير عليك وعلى كل المستمعين ان شاء الله. النهارده طبعا هنتكلم عن حاجات كتير قوي، اكيد اهمها هو اللقاء المرتقب والحاسم والهام ان شاء الله يوم الجمعه اللي جاي قصاد الترجي التونسي في نهائي دوري ابطال. قبل ما نتكلم عن اللقاء، فانا عندي خبر اكيد مهم لكل مشجعين النادي الاهلي. برزنتيشن سبورتس قررت انها تخلد اساطير النادي الاهلي في رحلات الجماهير لتونس. اعلنت شركه برزنتيشن سبورتس راعي الكوره المصريه والشريك التسويقي للنادي الاهلي التفاصيل الخاصه برحلات الجماهير، جماهير النادي الاهلي لتونس، عشان طبعا يدعموا ويؤازروا الفريق في النهائي التاريخي لبطوله افريقيا للانديه الابطال. المباراه ان شاء الله هتكون قصاد الترجي التونسي في ملعب رادس، المقرر ليها ان شاء الله 9 نوفمبر اللي جاي 2018. قررت الشركه ان هي تخلد اسماء عدد من اساطير النادي الاهلي والكره المصريه في رحلات جماهير النادي الاهلي لتونس، وقسمت الرحلات لخمس مجموعات زي ما قلنا قبل كده. حملت اسماء اساطير النادي الاهلي الخالده، وهم طبعا كابتن صالح سليم، كابتن محمد عبده، كابتن صالح الوحش، ثابت البطل، صفوت عبد الحليم، ومحمد عبد الوهاب. حرصت كمان الشركة ان هي تحط شوية توضيحات لكيفية السفر او اجراءات السفر الخاصة لتونس عشان تساند وتدعم النادي الاهلي في لقاءه ان شاء الله في رادس، اللقاء المرتقب ده. الشركة طبعا بذلت مجهود كبير جدا عشان تقدر ان هي تخفض الاسعار لجمهور النادي الاهلي عشان يقدروا ان هم يكونوا موجودين هناك. واكدت طبعا برزنتيشن سبورتس في الخطوه اللي عملتها دي شعارها اللي بتقول فيه دايما كوره او جمهور الكوره هو حياتنا. شركه برزنتيشن وقفت على كافه الاتفاقات والاجراءات المتعلقه بالحدث الكبير ده، واعلنت الشركه على تفاصيل الخاصه بالرحلات، وكمان حطت ارقام واتساب بيتم التواصل الجمهور بالشركه على طول. طبعا في ارقام كتير جدا ان شاء الله نحطها لحضراتكم كمان على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بقناه النادي الاهلي عشان تقدروا تتواصلوا على طول مع الشركه، وارقام تانية خاصة بأعضاء النادي الأهلي اللي برضو عايزين تواصلوا بالشركة ويكونوا موجودين إن شاء الله وداعمين لنادي الأهلي في اللقاء المهم جدا اللي هيكون في رادس في نوفمبر. سعر الرحلة بعد التخفيض هو 6980، يعني 7000 جنيه مصري. ده بيكون شامل تذاكر الطيران من القاهرة لتونس ومن تونس للقاهرة مرة تانية، والانتقالات من وإلى المطار، والانتقالات كمان جوه تونس لغاية الاستاد، والرجوع طبعا بعد كده من الاستاد مباشرة على مصر أو على القاهرة. كمان بيتضمن أو بتتضمن 7000 جنيه دول وجبة غدا وتذكرة اللقاء زي ما قلت لكم. بالنسبة بقى تأشيرات، فشركة برزنتيشن بتقول اللي حابب ان هو يروح يقدم على التأشيرة يكون معاه بس الباسبور بتاعه وصورتين شخصيتين عشان يقدر ان هو ياخد الفيزا على طول الخاصة بتونس، ويدفع طبعا الرسوم الخاصة بالتأشيرة في السفارة. شايف بقى الخطوة دي ازاي بعد ده كله؟ لا، هي طبعا الشركات الراعيه انا اتصور في العالم كله هي اللي بتكون مسؤوله عن تنظيم مثل هذه الرحلات. بتبقى خطوه كويسه جدا ان هي تكون في عمليه تنظيميه، ان انا استطيع ان انا حتى احدد جمهور اللي انا عايزه اللي يروح، الجمهور المحدد اللي انا عايز اختاره. ما يدخلش فيه اي عناصر كده مخربه، تكون في عناصر راح تعمل لي مشاكل. صحيح. فانا شايف ان الفكره كويسه جدا، وان كان تطبيقها هيكون مش سهل اكيد، انما هتبقى أكيد كويسه جدا ان يبقى ليا جمهور يروح يوم الماتش ويرجع في نفس اليوم. هي دي بتعتبر لحتى الاسعار اللي هم حاطينها دي اسعار التكلفه الحقيقيه. صحيح. للتذكره رايح جاي حاجه كويسه. يعني انا عايز اقول لحضرتك، يعني احنا مباراه الاهلي مع الترجي يوم الجمعه، جمهور الترجي وصل النهارده برضو. صح. رحلات خاصه معموله لهم، هم وصلوا النهارده وهيبتدوا تباعا لحد ما فرقه الترجي بتيجي على طيارتها. صحيح. الخاصه كده. صحيح. انما انا شايف انها خطوه متميزه جدا، او دي انا بقول بقى دي البدايه العمليه للشركات الراعيه المحترمه. الشركه الراعيه المحترمه هي اللي بتحدد جوانبها، بتحدد اهدافها، طموح جماهيرها، طموح ناديها.
لان اسم الاهلي ده اسم كبير جدا، واحنا محتاجين الجماهير في المباراه الثانيه ان شاء الله أكيد. عشان برضو تدعم لاعبتنا وان شاء الله نروح ونرجع بكاس البطوله يا رب باذن الله. بكره ان شاء الله فريق الاول لكره القدم في النادي الاهلي هيسافر ويتوجه اسكندريه عشان هناك يكون المعسكر الخاص باللقاء الهام والمرتقب قصاد الترجي التونسي يوم الجمعه اللي جايه. ان شاء الله اللقاء ده شايفه ازاي؟ المباراه دي شايفها ازاي؟ احنا بنتكلم في اللقاء 19 واللقاء 20 في مواجهات الاهلي والترجي التونسي. صحيح. يوم الجمعه يكون اللقاء رقم 19، احنا داخلين مباراه باذن الله، باذن الله يكون التوفيق حلفنا ويكون ربنا معانا باذن الله في هذه المباراه، خاصه ان النادي الاهلي بيمر بفتره انا شايفها متذبذبه وده شيء طبيعي جدا بسبب الاجهاد. لا سيبنا من الاجهاد، ممكن نقول اجهاد وارهاق والاصابات وهنفسر حلول كتيرة، ولكن لا احنا برضو عايزين نكون واضحين انك انت المستوى عمره ما بيكون ثابت لأي صحيح. فريق في العالم ولا صحيح. اي منتخب أكيد. أكيد. الوصول للقمة سهل ولكن من الصعب الحفاظ على دي مشكلة. لما نيجي نتعامل بمنطقية ونيجي نتعامل بكلام عقلاني اجي اقول ان مباراة متساوية الحظوظ بين فرقتين صحيح. فرقتين لعبوا مع بعض في الادوار التمهيدية اللي هي المتكلم على دور الـ16 اللي كان في دور المجموعات، احنا تعادلنا هنا وكسبناهم هناك. احنا مواجهاتنا على فكره مواجهات الاهلي مع الترجي بالذات احنا الاعلى، لنا 7 انتصارات هم لهم 3 ومتعادلين في 8، يعني بنتكلم في 18 مباراه صحيح، بنتكلم في مباراه رقم 19 ومباراه رقم 20. انا امنيتي ان الاهلي يكسب والتوانسه برضه امنيتهم ان هم يكسبوا أكيد. ولكن اللي هيحافظ على وقاره الفني والتكتيكي في الملعب والالتزام هو دوت اللي هيكسب البطوله دي اكيد، هي في علم الغيب. بس ما اجيش اقول بقى انا امكانياتي اعلى، هم برضو عندهم مشاكل جامده جدا يعني هم داخلين خالد بن يحيى في اخر مباراه احنا كسبناهم ونتائج الترجي وحشه جدا، نتائج الاهلي احسن بكثير من الترجي. فانا النهارده بتكلم ان احنا نفس الظروف متشابهه، ولكن اللي هو عنده اصرار وتركيز ان شاء الله يكون الاهلي هو الاقوى ان شاء الله باذن الله. اللقاء ده هيكون فيه ان شاء الله 60,000 مشاهد او 60,000 من جماهير نادي الاهلي، شايف اهميه وجود الجمهور بالاعداد الكبيره دي ازاي؟ لا جمهور الاهلي بيحرك الصخر. جمهور الاهلي جمهور جميل جدا، جمهور عاشق لفريقه صحيح. بس الجمهور الحقيقي صحيح. مش الجمهور اللي جاي يعمل مشكله ولا الجماهير اللي جايه تعمل لنا ازمات. لا ده الجمهور ده انا بعتبر باذن الله إذا كتب لنا المكسب أنا بقول إن 70% 80% هيكون لهذا الجمهور صحيح. جمهور صحيح. ما بيقاسي وبيستمر حتى في الوقت الضايع مستمر حقيقي حقيقي. ما بيهموش حقيقي. صحيح. إنما هيضيف على قوة هذا الجمهور قوة الأداء، يعني أنا الله يكون في عون الأهلي الأهلي الله يكون في عونه في المباراة دي، خاصة إن أنا شايف إن الإصابات مأثرة علينا بشكل كبير، إحنا خسرانين للأسف. إنما إن شاء الله يرجع لنا الأعمدة الرئيسية، مش عايزين مباراة الوصل تكون أثرت علينا. طب بمناسبة الكلام عن مباراة الوصل، كان في انتقادات كتير قوي اتوجهت لباتريس كارتيرون إن هو لعب باللعيبة الأساسيين في مباراة الوصل. اللي فين اللعيبة الأساسيين اللي كان بيلعب بيه؟ أنا لما آخد لما يكون قوامي الأساسي 11 بيلعب منهم 4 أو 5 أساسيين يبقى أنا لعبت بالأساسي. لا وبعدين أنا يعني أنا بعترض تماما على فكرة إن حد يقول لك بينتقده. مين اللي بينتقد باتريس كارتيرون؟ الجمهور العادي ولا اللي ماشي في الشارع ولا المحللين اللي مالين القنوات الفضائية ولا الخبراء ولا المنطق اللي بنتكلم فيه؟ إيه اللي كان مطلوب مني في مباراة الوصل؟ نفس مشكلة مباراة الوصل أنت تعرضنا ليها في مباراة النجمة اللبناني. أنا عين في النار، أنا ما عنديش السياسة القوة في اتخاذ القرار صحيح. إزاي أضحي ببطولة عشان خاطر بطولة؟ لا الجماهير هترضى ولا الأندية هترضى ولا مجالس الإدارات هترضى. فأنا لازم على الواقع أكون واضح، مباراة الوصل مش في قوة مباراة الترجي ولا الوصل في قوة الترجي أكيد أكيد، لأن عارفة أن الكرة الأفريقية غالبية الأندية أقوى اللي في آسيا بالرغم أن في فرق لازم نحترمها زي الهلال السعودي أهلي جدة اتحاد جدة، فعايزين يعني نتكلم في العين الإماراتي كمان. إنما اللي أنا عايز أتكلم عليه أقول الاحترام للبطولة الأهم اللي بتأهلني لبطولة كأس العالم للأندية. أنا مش عيني على الترجي،
انا عيني على الترجع عشان اعتبرها محطه من المحطه اللي توصلني للاهم، هي بطوله العالم للانديه. اكيد هو دي. فانا ما لا، مباراه الوصل دي ما تاثرش فينا، ما نتكلمش فيها وما نهتمش بيها. اهتمامنا هيكون بعد 45 يوم لما نروح نلعب مباراه الرد ان شاء الله باذن الله. راي حضرتك الافضل للنادي الاهلي ان هو كان يلعب اللقاء فعلا على برج العرب زي ما هيحصل يوم الجمعه اللي جايه، ولا يتلعب هنا في القاهره؟ اولا في القاهره هنضمن بالتاكيد، هنضمن الحضور الجماهيري ومش هيكون عنده مشاكل كتير. صحيح. ولكن انا مش اقدر اتحكم في هذه الجماهير في القاهره، اقدر اتحكم فيها ببرج العرب. صحيح. هيبقى في نقاط تفتيش، في دخول محترم، هقدر انظم عمليه الدخول والخروج، اعرف اسيطر على المباراه. انما هنا قولي لي ايه هو الملعب اللي يتسع ل 60 او ل 70 او 80 الف متفرج فيه؟ هو استاد القاهره فقط لا غير. امتى بقى نشوف النادي الاهلي مره ثانيه في استاد القاهره؟ ما هو استاد القاهره احل مشاكل الاول معاه. دي نمرة واحد، انا عليا ديون، انديه ثانيه عليها ديون نسددها. وهي ارقام يعني انا بشايف انها ارقام بسيطه. انا بتكلم بوضوح، مش بتكلم في حته ان هم بيقولوا ان الملاعب فيها صيانه، يعني معقوله اروح العب انديه درجه اولى بها من دور المظاليم واسيب الانديه الكبيره اللي في مصر ما تلعبش على هذا الملعب؟ الاهلي والزمالك ما يلعبوش على ملعب استاد القاهره؟ ده استاد القاهره ده اتعمل مخصوص عشان الاهلي واتعمل مخصوص عشان الزمالك. اجي انا النهارده اقول عندي صيانه، عندي ديون، عندي كلام مش طبيعي، والملعب ده لازم يا يرجع يا يتقفل ويبقى متحف. متحف؟ اه نعمله متحف. ما هي ايه اللي بيحصل ده؟ نفقد الامل يعني، هم يفهمونا عشان نفقد الامل بس. لا ما نفقدش الامل. نفقد امل في ايه؟ في ملعبنا الكبير اللي موجود في استاد القاهره ده لازم يتحول لبانوراما. انت ده اقول لك على حاجه، وده كلام انا بوجهه لوزير الشباب والرياضه. لو قلنا ديزني لاند تروح تعملوا لي في استاد القاهره، لو قلت ان انا مش عارف عندي سباق السيارات مش عارف اروح اعمل في استاد القاهره، لو عندي بطولات لكره اليد اروح اعمل في استاد القاهره. لا ما ينفعش، لازم الانديه الكبيره وقطب الكره المصريه لازم يرجعوا يلعبوا في استاد. وانا من حقي كمتابع انا استمتع باستاد القاهره. صحيح صحيح. والاخبار اللي بتتقال دلوقتي على الساحه الرياضيه ان شاء الله يوم 10 نوفمبر هيتم افتتاح او هيتم رجوع العمل مره ثانيه في استاد القاهره. بدل ده لازم اكيد. وبعدين ده اتفرج عليه تحفه، معمول تحفه وهتكون مفاجاه للجماهير. انت لو دخلت استاد القاهره هتتفرجي على ارضيه مختلفه، هتتفرجي على تراك عالمي، هتتفرجي على حاجات خطيره جدا جدا جوه استاد القاهره. يبقى انا لازم استفيد. وبعدين الجماهيريه الاكبر فين؟ انا كجمهور اهلي احنا رقم واحد في مصر. كجمهور زمالك رقم اتنين مثلا في مصر. لما تكون المباراه دي هناك انت هتستمتعي بالاستاد، انت هتدخلي تشوفي بانوراما اكنك في اقوى واعظم الملاعب في العالم. صحيح. طيب خليني اسال حضرتك، في الايام اللي فاتت دي او يمكن في الاسبوع اللي فاتت كان اللي فات كان الاهم والابرز على الساحه الرياضيه هو توقيع عقد الرعايه شركه برزنتيشن سبورتس والنادي الاهلي، وقيمه عقد الرعايه اللي طبعا تفوق على اي قيمه عقد رعايه جه في تاريخ الرياضه المصريه. شفت ازاي الشراكه دي؟ طبعا احنا يعني انت بتساليني سؤال، انا يعني انا بحب الاهلي. وبصراحه ما كنتش راضي عن اللي بيحصل في الفتره اللي فاتت ما بين الاهلي وبين الشركه الراعيه السابقه. او الرجل اللي حاول يكون في النادي الاهلي. العلاقات ما بين مصر والسعوديه جميله جدا اكيد، ولا يمكن يمكن لاي حد يفسد هذه العلاقات. صحيح. ولكن في لحظه من يتصور ان هو يكون قادر انه يقود الاهلي هم ابناء الاهلي ورموز الاهلي. صحيح. برزنتيشن لما جت خدت عقد الرعايه، انا طبعا يعني برزنتيشن اعرف ان هي كانت بترعى اتحاد الكره المصري. صحيح. ولكن وجودها في النادي الاهلي يبقى مكسبها اكبر من اتحاد الكره مليون مره. اكيد. لسبب، لان الجمهور الاعظم هو جمهور الاهلي. اكيد. يعني منتخب مصر مع احترامي الكامل كل المشجعين بيشجعوه، ولكن لو انت جيتي خيرتيني ما بين جمهور ناديه وجمهور، هيبقى في تفاوت. اكيد. العرض جمال العرض انه جايب ارقام جديده بتدعم مجلس اداره محترم. اكيد. بيقودهم راجل محترم اللي هو كابتن محمود الخطيب. ان انا اعمل 520 مليون في 4 سنين مقابل عقد سابق
500 مليون في 5 سنين. شوف الفرق. هو ده الرد القوي. ما ده الرد القوي. وبعدين هو الرد القوي انت يعني احنا بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم في سلعه مضمونه البيع. صحيح. بنتكلم في سلعه في قيمه تسويقيه. بنتكلم صحيح. في قيمه تسويقيه عاليه جدا. جدا. وانت لما النهارده تيجي تقول لي 5 طيارات قليلين يا شركه. انت لو عملت 10 طيارات وعملت 20 طياره هيقضون. وجمهور الاهلي هيروح ويتفرج على المباريات. ده اسم يا جماعه قوي جدا انا ما اقدرش اتكلم فيه. اكيد. فلذلك انا شايف ان عقد الرعايه دون من اعظم الضربات والخبطات لمجلس اداره الاهلي ودي بيقوي المجلس الحالي. بالرغم ان في هناك تهكمات وفي انتقادات وفي 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 ولكن لا يؤثر في رجل انا شايفه بيتحرك صح ومجلس اداره بيتحرك صح ما بيردوش. ما انا حاجه من الاثنين يتكلم يشتغل فالناس دي عايزه تشتغل. صحيح. مش فاضيه للكلام. صحيح. طيب نرجع مره ثانيه للفريق الاول لكره القدم واللقاء المرتقب والهام والحاسم طبعا قصاد الترجي التونسي يوم الجمعه الجايه. هل تتوقع هيكون في مفاجات في التشكيل باللي احنا شايفينه حاليا؟ اتوقع مفاجات طبعا. انما المفاجات انا يعني ما اتمنهاش. لان المفاجاه اللي هتحصل في التشكيل انا هخسر اكتر من كده ايه؟ يعني انت النهارده بتكلميني احمد فتحي ممكن يغيب هتبقى مفاجاه ولا مش مفاجاه؟ لا دي مش تبقى مفاجاه. ده تبقى دي تبقى كارثه. تبقى كارثه. احمد فتحي انا شايف انه مصاب. الشناوي هل كويس ولا رجع بقى سليم؟ بيعمل تدريبات تاهيليه. انا مش عايزين مفاجات في يوم الجمعه. ارجوك يا نادي الاهلي يا رب احفظ اللعيبه لحد يوم الجمعه. يا رب. مش محتاجين مفاجات يا رب. حتى مش عايز ايه اصل المفاجاه الساره اللي هتبقى ليا ايه؟ هتقولي لي جاي سليم وعلي معلول سليم. هي دي المفاجاه الوحيده اللي عندي. انما غير كده مفاجات مش هتلاقي. تطبيق تقنيه الفار في المباريات النهائيه سواء هنا او هناك على ملعب برج العرب وكمان في رودس، شايف ان ده هيقلل بقى من المخاوف من التحكيم اللي عند جمهور النادي الاهلي؟ بالتاكيد. بس هل تقنيه الفار هتيجي بنفس الامكانيات والكاميرات اللي كانت متطبقه بيها في كاس العالم اللي هي 32 كاميرا بنتكلم عليهم؟ ده هيتطبق.